أي سامن أنت قتلوه؟ إيه؟ أي سامن أنت قتلوه؟ خلاص يا حتى الشباب بيجون مية خلاص. إجلس الآن. أحيانا تجد الكثير من الأشخاص لا يردون على من يسيء إليهم، ولما تجي تسأله ليش يقول لك يا عيباه أنا أكلت معه عيش ملح، لا يمكن على الإطلاق أنه أتكلم عليه. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وليش أوردنا هذا المثل، تفاصيل جديدة في قضية عيسى العذري، خلونا نسمع أولا أم الضحية إيش بتقول ثم نعود. نناشد الشعب اليمني والأمم المتحدة جميع العالم ابني دمه هدر بالأرض، والغريم عيسى حسن العذري وهلال العذري ابني عيسى العذري غدروا للجبل يقولوا معرب قنابل وآليات هرب من عندهم، واللي تروح للبيت يشيل سلاحه وراجع الجبل يحمي نفسه، غدروا وقتلوه وهو بالطريق جازع الجبل بأثياب العمل. أنا شهد جميع الشعب اليمني ينقذوني من عيسى حسن، أشتي قصاص، أنا أشتي بدل دم ابني، أشتي بدل دم ابني، والسبب البنت زوجنه بنت وطرده بالليل للشارع شال جوازه وتلفونه قال اتصل الأهلي وطلقه، قال اتصل الأهلي وخرج للشارع ومن أنت اتصل إذا يرجع يتصل لنا خليها اتصل. ما الذي حدث؟ قبل يوم الجريمة كان هناك أخذ ورد وشد وجذب وصراع عبر الرسائل وعبر الواتساب وعبر الناس بين أصهار عيسى العذري وعيسى العذري وإخوانه، إنه مدري إيش واللي عملته واللي تكلمته به، تكلمت جالس تكلم على أختي وهذا شيء لا يليق على الإطلاق، وإحنا قلنا اللي بيتكلم على واحد أكل معه عيش وملح الناس تستنقص منه، ما بالك لما أتكلم على زوجة عاشت معك سنوات ولديك منها أولاد وتجي تكلم عليها في مواقع التواصل اللي للأسف إن مواقع التواصل هي التواصل مع الناس لنشر القضايا الاجتماعية القضايا العامة، مش لإخراج الغسيل وللحديث عن أهل بيتك والحديث عن ما يدور بيتك والحديث عن مشاكلك الشخصية والحديث عن شيء مؤسف جدا. الخلاصة المهم إنه تم الترتيب لذلك، نزل عيسى العذري ولقوم إخوانه وصلوا لمنطقة اللي يعمل بها الضحية، طرحوا السيارة حقهم بعيد بحسب شهادة أهل المنطقة، حطوا السيارة بعيد، ركبوا سيارة شخص ثانية، طلعوا للمنطقة، اعتدوا على الرجل، أطلقوا عليه النار، كان معه مسدس، حاول يحتمي يحمي نفسه بالمسدس ورجع لبيته، راح جاب الآلي هذا أخو الضحية أخو زوجة عيسى ونزل راجع لمنطقة عمله، فحدث من جديد أطلقوا على المسيلات الدموع القنابل المسيلة الدموع حسب ما يقال وحسب ما قاله أهل المنطقة والشهود العين، وأنا نشرته في بداية الفيديو لقطة أن اليوتيوب لا يسمح بنشر هذه المناظر، وتم إطلاق النار، وحتى أنه يقال أنه قيل لعيسى بعدها أنه خلص سلم نفسك أنت وأخوتك يكفي ما عملته، اتركوا الرجل، قال والله ما نتكلم أنفسنا إلا لما نكملهم جميعا، بل إن أخو عيسى العذري يقال أنه صعد إلى الضحية حاولوا ينقذوه بعد عملية القتل وعاد فيها الروح وعاد قال أنا قاتل واللي بيقرب منه بنثره جنبه فابتعدوا أحسن لهم، وظل واقف عليه لحد ما توفي لحد ما قطع النفس. يعني مثل هذه الأحداث لا ندري إيش نقول فيها ولا ندري كيف نعلق عليها، لكن بشكل عام حين تلاحظ كل الأحداث حول هذه القضية حول عيسى العذري وإخوانه تجد أن العدالة الإلهية حاضرة بقوة. في أمان الله.